مشاهدين الشباب انا شفت في مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. كنتواجدو في شارع باريس امتداد ديال شارع لنور يعقوب. كنشوفو كنتواجدو قبل العمارة السكنية اللي بالامس كانت سقطت منا احجار كبيرة من هذا الطابق، يعني الطابق السادس. اليوم كيف كنشوفو السلطات المحلية ربما قامت بالهدم ديال داك الأجزاء المتبقية من داك الشوفر، يعني البالكونين قوسين، وانتم كتشوفو بأنهم دايرين حواجز حديدية وبلاستيكية من أجل عدم مرور الأشخاص من هاد الرصيف. كيف هاد العمارة السكنية اللي كتشوفو فيها هنا هي من مخلفات الاستعمار، يعني اللي تبنات وقت الاستعمار. واش أيل السقوط واش لا، أكيد المصالح التابعة لمقاطعة أوفا اللي تخرج ودي واحد المعاينة بواسطة خبراء ويعرفوا واش هاد العمارة إلى السقوط أم لا، وخصا غير التبرع. كما كتشوفو السلطات المحلية داروا حواجز بلاستيكية وحديدية من أجل عدم مرور الأشخاص من هاد المقطع الطرقي. يعني في هاد المناسبة كنوجهو نداء الناس الوليدات ولادنا وبناتنا اللي كيبقاو في المعهد الموسيقي، ردوا بالكم من تخرجوا ما تدوروش على اليسار دوروا على اليمين، ردوا البال وقطعوا الشانطي باحتياط غير تما يتم التعرف واش هاد العمارة اي للسقوط ام لا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والى مبشرين اخر.